بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، وبعد، سبق الكلام عن الآيتين من قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، إلى قوله: وما الله بغافل عما تعملون. وفي هذه الحلقة نتناول بإذن الله ما نستطيعه من بيان فوائد هاتين الآيتين. يؤخذ من هاتين الآيتين أولاً وجوب العمل بالعلم، لأن الله جل وعلا عاب على أهل الكتاب أنهم لم يعملوا بكتاب الله عز وجل. ويؤخذ أيضاً منها أن كفر من عرف الحق ولم يعمل به أشد من غيره، أشد من الذي لا يعرف الحق، لأنه لا عذر له، ولأنه يجب عليه العمل بعلمه. ولهذا سمى الله أو وصف الله اليهود بأنهم مغضوب عليهم، ووصف النصارى بأنهم ضالون، لأن اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به، ومن عرف الحق ولم يعمل به فإن الله يغضب عليه وأيضا يلعنه. فالله جل وعلا لعن الذين كفروا من اليهود والنصارى لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، فاستحقوا لعنة الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بما عصوا وكانوا يعتدون، مع أنهم يعرفون الحق ويعرفون الباطل، ولكنهم يركبون أهواءهم ولا يعبؤون بالحق إلا إذا خالف أهواءهم. يؤخذ من الآيتين أن من قامت عليه الحجة ولم يتبعها فإنه يكون شاهدا على نفسه بالكفر، ولهذا قال: وأنتم تشهدون، أي تشهدون على أنفسكم بأنكم تبين لكم الحق ولم تعرفوه ولم تقبلوه، ومن كان كذلك فإنه قد شهد على نفسه بالكفر والعياذ بالله. يؤخذ من الآيتين شدة إثم من ضل وأضل غيره عن الحق، فإن من ضل في نفسه يتحمل إثم نفسه، وإذا أضل غيره فإنه يتحمل أيضاً إثم غيره، كما قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. ويؤخذ من الآيتين أن أهل الضلال دائما وأبدا يريدون أن يتبع الحق أهواءهم، ولا يريدون أن تكون أهواءهم تبعا للحق. هذه طريقة أهل الضلال دائما وأبدا، يريدون أن الحق يتبع أهواءهم، فإذا خالف أهواءهم رفضوه، كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فالذي لا يقبل الحق إلا إذا وافق هواه، هذا دليل على أنه لا يريد الحق وإنما يريد الباطل.
قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هذه فائدة عظيمة، أن صاحب الباطل دائما وأبدا يريد أن يوافق الحق هواه، وإلا فإنه لا يتبع. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. بل سمى الله جل وعلا الهوى إلها، قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ودائما وأبدا هذه صفة أهل الضلال والزيغ، ولذلك يحرفون الكتاب. اليهود والنصارى حرفوا كتبهم، وكذلك الضلال من هذه الأمة يريدون أن يحرفوا نصوص القرآن ويحرفوا نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم بالتأويلات الباطلة من أجل أن توافق أهواءهم ونحلهم ومبادئهم. هذه طريقة متبعة عند أهل الضلال. يؤخذ من الآيتين شدة وعيد من ترك الحق وهو يعلمه وحاول صرف غيره عنه، وهذا تقدم الكلام عليه. وكذلك يؤخذ منها أن من عرف الحق فإنه يجب عليه أن يعمل به في قرارة نفسه، وأن يدعو الناس إلى العمل به، لأن هذا العلم مشترك بين الناس، فلا يجوز كتمانه ولا يجوز حرمان الناس من الاستضاءة به. لأن أهل الكتاب لما عرفوا الحق ولم يدعوا الناس إليه سمى الله ذلك صدا عن الحق. فالذي يعرف الحق ولا يبينه للناس ولا يدعو الناس إليه يكون كاتما. قد قال الله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. قال سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إذن فبدل أن يصدوا الناس عن الحق كان الواجب عليهم أن يمتثلوه هم أولا وأن يدعوا الناس إليه، هذا هو الواجب عليهم، ولكنهم عكسوا الأمر فضلوا في أنفسهم وأرادوا أن يضلوا غيرهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه مهمة أهل الضلال دائما وأبدا، أن كل صاحب ضلالة فإنه يحاول أن يصرف الناس إليها وأن يصرفهم عن الحق. وخذ مثلا من دعاة البدعة الآن، دعاة دائما يحاولون ترويج البدع والدعوة إليها ولا يلتفتون إلى السنن، بل إنهم يعادون أهلها ويناصبونهم العداوة ويصفونهم بالأوصاف القبيحة. هذا من الصد عن سبيل الله عز وجل، كما فعلت اليهود والنصارى من قبل. هذا، وبالله التوفيق، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.